في مباراة كان عنوانها الهروب من القاع، استضاف ملعب نادي زاخو مباراة فريقي زاخو والنفط ضمن منافسات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. فريق زاخو كان ساعيا ومنذ البدء إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه، بالإضافة إلى أنه يعيش نشوة الفوز في الدور السابق على الديوانية بخماسية، وكان له ما أراد، حيث استطاع اللاعب بكر جبريل تسجيل الهدف الأول لزاخو في الدقيقة 39 من الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد. في الشوط الثاني حاول فريق النفط العودة إلى المباراة، ومع تبادل الهجمات بين الفريقين تمكن أحمد صبري من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 72، إلا أن لاعبي فريق النفط لم يستسلموا وعادوا لتقليص الفارق بعد 4 دقائق عن طريق اللاعب علي رحيم، واستمر فريق النفط في محاولاته ساعيا إلى إدراك التعادل، إلا أن رمضان صديق أنهى كل آمال النفط بعد أن أحرز الهدف الثالث لفريق زاخو في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ليقفز زاخو نحو المركز 15 تاركا النفط في المركز 18. مبروك الفريق زاخو، هارد لك النفط. فريقنا اليوم قدم مباراة جيدة، قدرنا الحمد لله والشكر نحقق الفوز. فريق النفط فريق صعب، احرجنا اغلب اوقات المباراة، كان الحمد لله والشكر قدرنا نسجل 3 اهداف ونفرح جماهيرنا الغفيرة اللي حضرت، وان شاء الله القادم يكون افضل. هاي حال كرة القدم، استحوذنا الشوط الثاني، يمكن شوط كامل احنا نوصل مرمى الهدف، فرص اكثرية ضيعنا، فاستغلوا الفراغات اللي على اخطائنا، وان شاء الله نقدم بالمباراة الاخ، وان شاء الله القادم افضل. سرائيات العراقية الإخبارية زاخو.